الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله مشاهدي الكرام مشاهدي قناة المرقاف في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى. باسمكم جميعا أرحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عجلان العجلان، المحامي والمستشار الشرعي والقانوني. حياكم الله صاحب الفضيلة. حياك الله، أهلا وسهلا بك والمشاهدين. حياك الله، نسعد بتواصلكم معنا مشاهدي الكرام عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسرنا ويشرفنا كذلك تواصلكم معنا عبر حساب قناة المرقاب في تويتر تي في مرقاب. لمن لم يتمكن من التواصل معنا عبر الهاتف يرسل سؤاله عبر الحساب، وسنقوم بإذن الله عز وجل في ثنايا الحلقة بطرح سؤاله على الشيخ ليجيب عنه. بداية شيخنا الفاضل، ها هي العشرة الأخيرة من هذا الشهر الكريم دخلت، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم والمشاهد الكريم فيها على الصيام والقيام والتقرب إلى الله عز وجل بالقربات والطاعات، لعل الله عز وجل أن يدركنا برحمة من رحماته فيغفر لنا ولكم وللمشاهد الكريم. لكن الشيخ، مع دخول العشر تنتشر رسائل تواترت الرؤى على أن هذه الليلة ليلة القدر، فبذلك يعتقد الناس أن اليوم أو هذه الليلة هي ليلة القدر، ثم يفطر عن العمل في باقي الأيام. يعني توجيه الشيخ الآن لمن تأتيه مثل هذه الرسائل، ماذا يعمل وماذا يفعل، وهل هناك أحاديث تدل على أن ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة من ليلة العشر أم أنها متنقلة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، اللهم صل وسلم. فأولا نتحدث عن ما يتعلق بالرؤى وكيفية التعامل معها. فهذه الرؤى في الحقيقة في زماننا هذا أصبحت وظيفة من لا وظيفة له. أصبح كل من أراد أن يتعامل مع الآخرين أو أن يستدر مالهم أو أن يكسب عيشا منها من الناس، فإنه يحاول قدر المستطاع أن يقرأ في بعض الكتب التي تتعلق بالرؤى والأحلام ونحو ذلك، ثم يبدأ هذا الإنسان يفسر للناس تفسيرات سيئة وتفسيرات خاطئة وتفسيرات لا تمت لي الحقيقة بصلة، بل حتى لا تمت لي واقع الرؤية التي رآها الإنسان بأي صلة كانت. ولذلك فإن كثيرا من معبري الرؤى حينما يريد أن يعبر رؤيا، يتصل به شخص ويريد أن يعبر رؤيا، يسأله ما اسمك مثلا، هل إذا كانت امرأة هل أنت متزوجة، هل أنت حامل، هل حصل، فيأخذ منها معلومات كاملة تماما. هذه المعلومات يصل فيها مثلا إلى ما يريد. وأحيانا قد تقول المرأة مثلا نعم أنا حامل، ثم يقول لها أنت بتلدين، وهي ما تزوجت أصلا، هي ما تزوجت بتاتا. فأنا أقول أولا يجب على هؤلاء أن يتقوا الله جل وعلا. والرؤيا هي فتوى كما قال الله جل وعلا على لسان من أتى إلى يوسف أفتوني في رؤياي. فهذه فالرؤيا، الإجابة على الرؤيا وتفسير الرؤيا هي تعتبر فتوى من العلم الذي يجب على الإنسان ألا يتكلم به إلا إذا كان عالما وعنده ما يمكنه أن يتكلم به. وأما أن يأتي كل إنسان فيفتي بما فيعبر هذه الرؤى بحسب ما يظهر له وهو لا يعلم وليس عنده علمية ولم يجرب أيضا ولم يجرب نفسه أيضا، فلا شك أن هذا من الخطأ والخلل الذي يجب على كل مسلم أن يتوب إليه. أضف على هذا أن بعض معبري الرؤى يحدثون مشكلات بين الناس، فقد يتصل به إنسان امرأة أو رجل فيسأله عن رؤية من الرؤى، فيظهر له أن في هذه الرؤية كذا وكذا، مما لو صرح به لأحدث مشكلة، ثم كأن يقول الذي فعل لكم هذا السحر هو فلان، أو الذي فعل لكم السحر فلان مثلا، وهو لا يعلم وإنما خمن هذا الشيء، فتقع المشاكل بهذه القضية بهذه الرؤية والتعبير الخاطئ الذي لا يمت للحقيقة بأي صلة، تقع مشاكل أسرية كبيرة، وقد يحصل فيها طلاق، وقد يحصل فيها نزاعات، وقد يحصل فيها أيضا قضايا في المحاكم ونحو ذلك، وهو تعبير ممن لا يحسن التعبير أصلا، حتى لا يستطيع أن يعبر، ولا الرؤى التي يراها هو بنفسه لا يستطيع أن يعبرها تعبيرا حقيقيا. فيجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن لا يكون بابا للمشكلات أو بابا للفتوى التي لا تمت الحقيقة بصلة وليست صحيحة. وإنما إذا أراد الإنسان أن يتعلم الرؤية وكان عنده فراسة في ذلك، فيجب عليه أن يجرب نفسه وأن يتدرب عند من لديه إمكانية وملكة في الرؤية وعلمية صحيحة، يتدرب عنده تماما ويعبر الرؤى أمام هذا الإنسان. فإذا أخطأ فإنه يقول أنت أخطأت،
فإن تعبير هذه الرؤية يكون كذا وكذا. وقد يفترض أحيانا بعض الرؤى القديمة التي رؤيت ثم تفسر ويفسر هذا الإنسان حتى يتدرب ويكون عنده شيء من الملكة. أما فيما يتعلق بليلة القدر وما يقال فيها من التواتر، وبعضهم يقول إن لم تكن ليلة القدر في هذه الليلة صحيح. فسأعتزل تعبير الرؤى ونحو ذلك، فهذا نقول الرؤية دائما، هذه الرؤية عموما هي مبشرة وليست مغررة، مبشرة وليست مغررة، وإنما يستبشر بها الإنسان على أمر طيب أو أمر جيد أو نحو ذلك. فأما أن يجزم الإنسان بأن الرؤيا التي رآها فلان أو نحو ذلك هي تكون في اليوم الفلاني وفي الليلة الفلانية، فإن هذا من الغلط. بل إن الإعلان لهذه الأمور، حتى لو رأى الإنسان الإعلان لهذه الأمور أيضا غلط. إذا كنا سنحدد هذه الليلة التي هي ليلة مثلا، ليلة مثلا نقول 29، سنحددها، إذن انتفت الحكمة من إخفاء هذه الليلة. يعني الله سبحانه وتعالى ألا يريد الخير لأمته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يريد الخير لنا؟ ألا يريد الخير لأمته؟ لا شك أن الله جل وعلا ومحمد أيضا صلى الله عليه وسلم يريدان الخير لهذه الأمة. فلو كان الخير في معرفة هذه الليلة لأخبرنا الله جل وعلا بذلك، ولا أخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا كنا سنعلم أو نقدر أو نتوقع أن الليلة ستكون في اليوم الفلاني ثم نطلقها للناس بحسب هذه الرؤى التي وصلتنا، انتفت الحكمة. ومعنى هذا أن نقول للناس ناموا في بيوتكم وتكاسلوا ولا تذهبون إلى العبادة حتى تأتي هذه الليلة، ثم اجتمعوا في المساجد وصلوا تلك الليلة صحيح. كاملة واعبدوا الله جل وعلا. ففوتنا عليهم أولا، فوتنا عليهم فضل كبير في ليال مضت، وأيضا فضل كبير في ليال قد تكون بقيت من الشهر. الأمر الثاني أننا حددنا لهم هذه الليلة، وقد تكون الرؤية كاذبة، وقد يكون أيضا التعبير والمعبر أيضا واهم في هذا الأمر. فأنا أقول على المسلم أن يتقي الله جل وعلا ولا يتكلم بهذه الرؤيا التي ليست قاطعة. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ دينه من رؤيا رآها، فإنه سيقع في مشكلات وسيقع في مخالفة شرعية، وسيفوت عليها الخير الكثير إن اعتمد في دينه على رؤيا يراها. وأيضا ما هو هذا الدين الذي سنعتمد فيه على الرؤى؟ فلدينا ولله الحمد منه نصوص شرعية من الكتاب ومن السنة كلها نعتمد عليها ونعمل بها ونستن بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن نستن برؤية فلان وعلان ونحن لا نعرف حال فلان وعلان، وأيضا لا نعرف حال الرأى المعبر أيضا، فأنا أقول هذا لا يجوز. وأيضا بالإضافة إلى أن ليلة القدر المعروف أنها تتنقل في رمضان كاملا، ولذلك قال العلماء ومظنتها في العشر الأواخر أكبر، مظنتها في العشر الأواخر أكبر. ثم قال العلماء أيضا ومظنتها في الأيام في الليالي الفردية أكثر من الليالي الزوجية. يعني انظر كيف تحرز العلماء من التحديد تماما. قالوا ومظنتها في الليالي الفردية أكبر من مظنتها في الليالي الزوجية. وقالوا وأغلب هذه الليالي، أغلب الاحتمالات في هذه الليالي هي ليلة 27. والآن مع الأسف الشديد أن كثير من الناس ليلة 27 يقول خلاص هذه ليلة القدر. ورأينا أيضا في بعض الدول خارج المملكة العربية السعودية من البدع ما الله به عليم في هذه الليلة، أنهم يقولون هذه الليلة ليلة 27 هي ليلة القدر تماما، ويقطعون أنها ليلة القدر. بأي حق قطعنا بأنها ليلة القدر؟ بأي دليل؟ أعطونا دليل ونحن سنجلس في ليلة القدر هذه التي حددتموها لنا بدليل شرعي صحيح صريح، سنجلس تلك الليلة من صلاة المغرب حتى صلاة الفجر ونحن ساجدون نطلب الله جل وعلا ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يعتقنا من النار. ولكن ليس هناك دليل شرعي صريح صحيح صريح يحدد لنا ليلة من الليالي. فلماذا نحن نسعى بالرؤى والأحلام وتعبيراتها الخاطئة التي لا نعرفهم نسعى إلى تحديد هذه الليلة؟ فأنا أقول في ذلك لنتقي الله جل وعلا ولا نوهم الناس ونجعل هذه الليلة هذه الرؤى وهذه الفتاوى سبيل إلى تكاسل كثير من الناس عن أعمال الخير والبر والمسابقة في ذلك، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. سنتحدث الشيخ معك عن شهرة بعض مفسرين الأحلام في مثل هذه الأمور، لكن بعد أن أخذ أول اتصال معي أم خالد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أم خالد. أنا عندي سؤال واحد. تفضل يا سؤالك. أنا كنت عندي الدورة وانتهت في الليل،
اغتسل صليت الفجر، بعدين حق صلاة المغرب لقيت كذا حمرة، حق صلاة العشاء لقيت كذا حمرة شوية. حمرة ولا كدرة؟ حمرة ولا كدرة يا أخي؟ لا كذا لقيت أحمر شوية حق صلاة المغرب، ولقيت أحمر شوية حق صلاة العشاء، وبرضه الصباح يوم قمت من النوم لقيت كذا كذا بني. يعني هل أنا أعيد الغسل ولا لا؟ طيب طيب شكرا لك يا ام خالد. معي ام خالد معي؟ ايوه ايوه. الشيخ بيسالك يا ام خالد، انت متزوجه؟ لا لا. ما انت متزوجه؟ لا ما انا متزوجه. طيب طيب تسمع الاجابه. شكرا لك يا ام خالد، بارك الله فيك. طيب شكرا، بارك الله فيك. طيب ارجع الشيخ للموضوع تعبير الاحلام في مثل هذه الايام، وبعضهم يسعى للشهره، بعضهم يفسر الاحلام يسعى للشهرة حتى لو من باب الكذب. نعم. في مثل هذه الليالي حتى يعرفه الناس بذلك بتأويل الأحلام. أي نعم. أنا أقول البحث عن الشهرة أو السعي إلى تفسير الأحلام والمسارعة إليها قبل أن يكون ناضجا فعلا في تفسير في تعبير الرؤى ويجرب نفسه ويتدرب عند من عرف عنه بالفعل أنه فعلا معبر رؤى، لا شك أن هذا من الخذلان، لأنه يضع نفسه لأمر لا يعلمه، ويضع نفسه لأمر صحيح لا يحسنه. وقد أيضا تجد من البعض أن عنده بعض العلمية في تعبير الرؤى، إلا أنه ليس عنده علمية في كلمة لا أعلم، يعني أنه لم يظهر لنا شيء من رؤياك أو نحو ذلك، ليس عنده علمية من هذا. فجميع من يعرض عليه تعبيره يقول يعبر له هذه الرؤية، ما يتورع عن شيء، ما يتورع عن شيء أبدا، وإنما يستمر في تعبير مثل هذه الرؤى. البحث عن الشهرة لا شك أن هذا مرض، ولا شك أن هذه المسألة، مسألة البحث عن الشهرة، أنها مزلة قدم، لأن من يبحث عن الشهرة فإنه لن يتوقف أبدا، وسيتسلق على في تعبير الناس وكلام الناس وما يصل إليه من تعبير، سيتسلق حتى يصل إلى القمة، يظن هو أنه وصل إلى القمة، ولكن ذلك وهم، ذلك وهم. حتى أنني رأيت من أحد الأشخاص، وإن كان ليس في تعبير الرؤى، يظن نفسه أفضل واحد في المملكة العربية السعودية هكذا، وسمعت هذا عنه حقيقة، يقول أنا أحسن واحد في المملكة العربية السعودية. فهذا الذي يحب الشهرة هذا عنده مرض وعنده مشكلة، يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا، ولا يبحث عن الشهرة فيما فيه مزلة قدم، وفيما فيه كذب وتدليس على الناس، وفيه أيضا ما فيه مسؤولية أمام الله جل وعلا. فكما ذكرت في كلامي السابق بأن التعبير فتوى، فنتقي الله جل وعلا أن نتسلق على هذه المسائل الشرعية في الوصول إلى ما نريد. وبعضهم يقول أنا إذا اشتهرت في تعبير الرؤى فإن هناك من المسؤولين الكبار والتجار الكبار سيطلبون مني تعبير الرؤى، ونعبر لهم بمبالغ كذا وكذا. حتى أنني سمعت أن واحدا اشترط على تعبير الرؤية 30,000 ريال، وسمعت أن الطرف الثاني أيضا وافق على هذا التعبير. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، ولا نجعل هذه المسائل طرق للكسب والاسترزاق منها، فليكن كسبنا حلال، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. معي أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام، مساكم الله بالخير. مسيت بالنور، تفضل يا أبو عبد الله، سؤالك. سؤال الشيخ عن طبعا الزكاة في الأجسام المعرضة للتجارة، وكذلك مساهمة كانت موجودة عند صاحبها اللي هو صاحب المساهمة، ولم يعطناها إلا سنة، جلست عند السنة وعطانا السنة هذه، بالإضافة إلى طال عمرك تثمين أيضا أرض من الدولة جلست عندهم سنة وعطوناها السنة هذه، وش واجب الزكاة في هذه الأشياء اللي ذكرتها؟ طيب سؤال المساهمة وتثمين الأرض واضح، لكن سؤالك الأول عن الزكاة ما فهمت أخوي أبو عبد الله. عن تزكية، عن دفع الزكاة، المدة اللي كانت عند الدولة واللي كانت معروضة للتجارة. أبو عبد الله حبيبنا، المساهمة هو اللي ما أعطاكم إلا بعد سنة، وكذلك التثمين اللي ما أجاكم إلا بعد سنة واضح. نعم. لكن سؤالك الأول، أنت سألت عن زكاة ماذا في السؤال الأول؟ الزكاة عن أرض معروضة للبيع. أرض عدة للبيع. نعم نعم. طيب شكرا لك يا أبو عبد الله، شكرا لك، بارك الله فيك. طيب معي الأخت هاني. السلام عليكم. السلام. اتفضل يا أخت هاني. شوف عندي سؤال في يوم. صوتك ما بوضح، ارفعي صوتك كرما يا أخت هاني.
بعد اذان الفجر اكلت علاج وبعدين يعني زي غسلت فيه فتقيأت. هل يعتبر اني افطرت ولا لا؟ اخذت العلاج متى؟ بعد الاذان؟ لا لا قبل الاذان بس ان صارت الحبة ما نزلت فاحد ضربني مع داخلي وتقيأت. وتقيأتي قبل الاذان ولا بعد الاذان الحين؟ بعد الاذان. واخذت الحبة قبل الاذان؟ ايوه قبل الاذان. طيب ضربت مع ظهرها لغرض التقيؤ؟ لا عشان تبلع وش الواحد اذا غص عندنا في معنى الان ولا لا؟ معي الاخت هاني. طيب على الهاتف المهندس. ايوه اخت هاني. الشيخ يسالك. معك الشيخ. تفضل الشيخ. انت ضربتي مع ظهرك فتقيأتي اليس كذلك؟ ايوه نعم. انت ضربتي مع ظهرك لاجل التقيؤ؟ انت قلتي لحد تعالى ضربني مع ظهري عشان التقيؤ. لا لان ما قدرت اتنفس فهي صادم ما مكان التنفس يعني. كيف الصوت ما هو واضح؟ كيف تقول مكان التنفس؟ الشيخ الواحد الان اذا غصب لقمه في ظهرها يعني تروح ان شاء الله الامور. هو هذا المقصد يعني كانزال للعلاج اللي اكلته الاخت تهاني. نعم تسمعني. طيب واضح يا اخت تهاني. شكرا شكرا لك. بارك الله فيك. تحمل معي اتصال. طيب نجاوب شيخنا أيضا. هذا يسأل يقول قدمت من سفر في نهاية رمضان لم أكن صائم فوجدت زوجتي انتهت من عذرها بنفس اليوم ولم تصم فجامعتها وهي غير راضية. يقول ماذا علي وماذا عليها؟ اي نعم. في هذه الحال بما أنه كان مسافر وكان مفطرا في سفره فإنه أفطر لعذر شرعي. أفطر لعذر شرعي وله الحق في الفطر في هذه الحال. وكذلك زوجته أفطرت مفطرة لأنها كانت عليها الدورة فأفطرت لأمر شرعي ثم طهرت في هذا اليوم في أثناء هذا اليوم فلم تصم بقية اليوم فأتى زوجها كما تقول في السؤال. أتى زوجها فجامعها. ففي هذه الحال هو ليس عليه شيء وهي أيضا ليس عليها شيء. ليس عليهما لا كفارة ولا غيرها وإنما يقضيان الأيام التي أفطر بها. يعني هذا الرجل يسافر يقضي الأيام التي سافر فيها أفطر فيها في سفره بما فيها هذا اليوم وكذلك هي تقضي أيام حيضتها بما فيها هذا اليوم وليس عليهما شيء والله تعالى أعلم. بارك الله فيك وسلام في علمك. يقول احتلمت في نهار رمضان فماذا علي؟ ليس عليه إلا أن يغتسل قبل أول صلاة تأتيه بعد استيقاظه من النوم. نعم ما ليس عليه شيء. عليه الاغتسال فقط. صيامه صحيح. لكن صيامه صحيح. أي نعم. بارك الله فيك. الأخت خالد كانت تقول لديها الدورة اغتسلت لكنه بقي معها بعض الحمرة وبعض الأمور. تقول ماذا عليها الآن؟ المتصلة الأولى. أي نعم أم خالد. أي نعم. أنا اللي فهمت أنها طهرت تماما. هي تقول بأنها طهرت. واغتسلت. نعم. أي طهرت واغتسلت قبل الفجر. صحيح. ثم في المغرب جاءها تقريبا نقط من الدم. فالنقط البسيطة واليسيرة بعد ما رأت الطهر لا يعد شيئا بإذن الله. النقط البسيطة واليسيرة بعد ما رأت الطهر لا يعد شيئا وصيامها صحيح بإذن الله. بإذن الله. طيب عبد الله سأل ثلاثة أسئلة. سؤاله لو ليس عن زكاة أرض أعدت للبيع هل نعم. عليها زكاة؟ نعم إذا باعها يزكي عنها. إذا باعها يزكي عنها نعم. وإذا بقيت شيخ مثلا عرضها للبيع بقي ثلاث سنوات أربع سنوات وتسام بمبلغ لكن لم أبيعها الآن هل عليها زكاة في هذه الحالة أم لا؟ يريد هل يزكيها كل سنة ولا يزكيها قصدك إذا مرة واحدة؟ يزكيها مرة واحدة إذا باعها عن السنوات جميعا. إيه ممتاز. طيب يسأل سؤال آخر عن المساهمة أنه له مساهمة عند صاحب المساهمة يقول لم يعطينا المساهمة إلا بعد سنة هل يزكي الآن شيخ فترة بقاها عنده أو تبقى في ذمة ما كانت عندها المساهمة ولم يعطينا ماله؟ وكذلك سؤال آخر في تثمين أرض ثمنتها الدولة ولم يعطوا التثمين. لا خلنا بالأول هم نجي نأتي للثاني. إيه نعم. الأول وش يقول؟ مساهمة. إيه ما فهمت أنا. اشرح لي. هو يقول أنه مساهمة والمساهمة عند صاحبها لكنها ما أعطانا في هذا المساهمة إلا بعد سنة من مساهمتنا معه. يسأل المبلغ اللي قبضوه الآن بعد سنة هل عليه زكاة؟ اولا هل اللي كانت عنده المساهمه كان يزكي عليها ولا لا؟ اذا كان يزكي عليها فلا زكاه الا بعد ان يتم الحول على المبلغ الذي استلمه. اذا تم الحول على المبلغ الذي استلمه يزكي عنه هذا الذي تبرا به الذمه. المعتاد اللي يعرفه انا ان الشركات التي تساهم هي تزكي عن الاموال التي عندها. هي تزكي. هذا الذي انا افهمه من الشركات. فان كان غير ذلك فهذا امر اخر. وأما هو إذا قبض الثمن
فإنه إذا حال عليه الحول يزكي عنه. ممتاز. اي نعم. السؤال الأخير له في سؤال أخير لكن أسألك في اتصال ثم نرجع له. شيخ معي الأخت ندى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي أخت ندى. السؤال الأول بحل بلع الدم يفطر؟ هذا السؤال الأول. وش السؤال الأول؟ بلع الدم يفطر. طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني كم عدد ركعات صلاة القيام؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث ما معنى حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ طيب. والسؤال الأخير. تفضلي. الرضاعة تحرم تحرم ما تحرم الولادة، ما معناها؟ الرضاعة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. نسب يحرم من رضاعة يحرم نسب. هي عكست عكس. نعم. يحرم من رضاعة ما يحرم من النسب وليس الولادة. طيب. طيب شيخنا سؤال الأخ أبو عبد الله الثالث يسأل عن تثمين أرض ثمنتها الدولة لكن لم يقبضوا ثمن التثمين إلا بعد سنة. نعم. يقول نريد هل هذا يزكى عليه ولا لا؟ صحيح. هو سؤال في الزكاة. أي نعم. هنا ما في ليس فيه مماطلة ولا الحمد لله، فهم قبضوا الثمن بعد سنة وهو مرصود لهم عند الدولة فيزكون عليه. ممتاز. يعني يزكون حق سنة. يزكون. نعم. بارك الله فيك وسلام بعلمك. الأخت هاني تسبع صلاة الفجر أخذت حبة للعلاج لكنها يقولنا بقيت في حلقة، تقول ضربها أحد من لديها في ظهرها فتقيأت. اي نعم. هل يبطل بذلك صيامها؟ لا إن شاء الله ما يبطل لأنها لم تنوي التقيؤ ولم تريد التقيؤ وإنما أرادت أن تذهب هذه الحبة كما تقول فحصل القيء، فإن شاء الله أن صيامها صحيح. بارك الله فيك. لحديث من تقيأ فعليه القضاء ومن درع القي فليس عليه قضاء. ممتاز. بارك الله فيك وسلامه بعلمك. يقول بلد الذي أعيش فيه لا تغيب فيه الشمس فكيف يكون صيامي؟ دي والله مشكلة هذا البلد اللي ما تغيب فيه شمس، صعب متى ينامون ومتى يقومون ومتى مشكلة. اي نعم. إنما الجواب على هذا نقول بأن هذه المسألة تأتي على حالتين. الحالة الأولى أن لا تغيب الشمس أبدا، والحالة الثانية أن تغيب الشمس ولكن لفترات قليلة، أن تغيب الشمس ولكن لفترات قليلة كأن تغيب الشمس لساعتين أو ثلاث أو أقل من ذلك أو أكثر. فإذا كانت المسألة بأن غياب الشمس قليل كأن يكون الليل عندهم ثلاث ساعات أو أربع ساعات أو خمس ساعات ونحو ذلك، فهذا أمره واضح والأدلة فيه صريحة وواضحة، بأن أولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فإذا ما دام أنه يوجد في اليوم والليلة، ما دام أنه يوجد ليل ونهار بغض النظر عن يعني كثرة النهار أو قلته أو كثرة الليل وقلته، لكن ما دام أنه يوجد ليل ونهار فلا بد للمسلم أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإن طال هذا الأمر، ويحتسبون الأجر عند الله جل وعلا. أريد أن تكون واضحة المسألة بأن قلت إذا كان يوجد في خلال 24 ساعة يوجد ليل ونهار فلا بد من أن يصوم المسلم ويمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإن طالت المدة. وأما إذا كان لا يوجد ليل ولا نهار كبعض البلدان التي يحصل فيها أحيانا ستة أشهر كالنرويج أو السويد مثلا، أحيانا يحصل عندهم ستة أشهر لا تطلع عليهم الشمس أبدا، وبالشتاء العكس ستة أشهر لا تطلع عليهم الشمس أبدا، يعني ستة أشهر ليل وستة أشهر نهار كاملة لا تأتيهم شمس أبدا، وفي الشتاء لا تأتيهم شمس وفي الصيف لا يأتيهم ليل. فمثل هؤلاء أولا ينظرون إلى أقرب بلد لهم، ينظرون إلى أقرب بلد لهم ثم ينظرون متى تغرب الشمس عند هؤلاء ومتى تشرق الشمس عند هؤلاء، فيحسبون ويقدرون أيضا الفارق إن كان هناك فارق يقدرون له وبما البلدان القريبة منهم. وأما إذا لم يكن هناك بلدان قريبة منهم فإنهم يقدرون الليل والنهار، يقدرون الليل والنهار قياسا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قريب جدا من هذا الأمر،
حينما ذكر المسيح الدجال، حينما ذكر المسيح الدجال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يمكث 40 يوما، يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، أي كجمعة كأسبوع كامل، يعني من الجمعة إلى الجمعة مثلا كجمعة، وبقية أيامه كأيامنا هذه ولا فرق. فسأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كسنه أيكفينا في هذا اليوم الذي كسنه صلاة يوم واحد، يعني 5 صلوات في هذا اليوم اللي نحن نعتاده؟ فهذا من فضل الله جل وعلا أن هؤلاء الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه حجة على من يرى أن الشرع لا يعلم ماذا سيحصل في الأيام القادمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكن أقدروا له، لا ولكن أقدروا له، يعني يقدرون الليل والنهار من خلال هذه الساعات، فيصلون في هذه الساعات 5 صلوات، وبقية الصلوات تعتبر، بقية الساعات تعتبر الليل، فليس فيها صلاة. فهنا نقول لمن ليس عندهم نهار أبدا أو ليس عندهم ليل أبدا ويوفقون رمضان، نقول لهم أقدروا له كما في هذا الحديث، أقدر له، إن لم يكن لكم بلد قريب، يعني أقرب بلد تعتمدون عليه، فأقدروا له هذه الساعات، وصوموا في هذه الساعات التي تجمعون على أنها إن شاء الله أنها هي النهار، وتفطرون في الساعات التي تجمعون على أنها الليل بحسب تقديركم واجتهادكم، والله جل وعلا لا يؤاخذكم على ما يكون منكم من خطأ إذا اجتهدتم وأبرأتم الذمة في ذلك، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. معي اتصال شيخ، معي الأخت تهاني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال. أتفضل. مثلا توضيت وحسيت كذا أني بأحدث وصليت، يعني هل صلاتي صحيحة؟ السؤال الثاني الأخت اللي سألت من الأول، هي تقول هي كتمت، عندها كتمة واحد ضربها الصدرة، يعني عندها كتمة ما شرقت قطع الاتصال مع الأخت تهاني، لأنها تعيد الاتصال مرة أخرى حتى نسمع سؤالها الآخر. طيب شيخ، الأخت ندى تسأل عن بلع الدم للصائم، هل يفطر أم لا؟ نعم، إذا كان بلعه متعمد فلا شك أنه يفطر، وأما إذا كان بلعه غير متعمد فإنه لا يفطر، لكن قد يبلع الإنسان الدم وهو متعمد ولكن لا يفطر بذلك، وهو إذا لم يستطع إخراج الدم، يعني يعلم أن في حلقه دم ولكنه حاول إخراج الدم ولكنه لم يستطع، أو أنه يكون في حلقه بعض الالتهابات التي قد يخرج منها شيء من الدم فلا تستطيع إخراجه إلى الخارج فتمجه، فنقول بهذا ليس عليه شيء، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك وسأل الله أنفع بعلمك. معي أبو خالد. السلام عليكم. أبو خالد قطع الاتصال. طيب شيخ، الأخت ندى سألت سؤال آخر، كم عدد ركعات صلاة القيام؟ أصح الأقوال كما ورد عند عائشة رضي الله عنها بأنها 11 ركعة، بأنها 11 ركعة، وورد في حديث آخر أنها 13 ركعة. وأقول الأولى بالأئمة والأفضل للأئمة، وأنصح الأئمة أيضا بعمل ذلك، أن يكون في 20 الأولى من رمضان أن تكون الصلاة 11 ركعة، في 20 الأولى من رمضان تكون الصلاة 11 ركعة، وأما في 10 الأخيرة التي نحن فيها الآن بأن يجعلون ركعات 10 الأخيرة 13 ركعة، ليجمعوا بذلك بين الحديثين، لأن حديثي عائشة رضي الله عنها كلاهما صحاح، فيجمعان بين العمل بالحديث الأول 20 يوم اللي 11 ركعة، والحديث الثاني بال10 أيام الأخيرة اللي هي 13 ركعة، وبذلك يتم، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأدلة. وأما الزيادة عن ذلك فيها اجتهادات لا أعرف لذلك حرمة، ولكن الأولى الوقوف عندما ورد فيها الحديث الصحيح، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. سؤال الأخت ندى الثالثة، سأل عن معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قد يكون هذا يشرحه أيضا حديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. هذا الحديث أيضا مثل حديث النعمان بن بشير
في حديثها ماذا تقول؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع الأمر الذي تشك فيه، الأمر الذي تشك فيه والذي ليس عندك فيه يقين تام دعه واتركه وأنت لست مسؤول عند فيه أمام الله جل وعلا، واذهب إلى ما لديك اليقين فيه، واذهب إلى ما لديك اليقين فيه، فإن ذلك أبرأ لدينك وأبرأ لذمتك وفيه أيضا تقوى لله جل وعلا. وهذا ما نقوله أيضا لمن يتبع بعض الفرق الضالة كما يسمى بفرقة داعش المارقة، نسأل الله جل وعلا لهم الهداية، بأننا نقول إن ما لديكم عن هذه الفرقة وهذه الجماعة ليس هو اليقين، ليس هو الأمر اليقين، وإنما الأمر اليقين نحن نعلمه ومنهج السلف الصالح الذي نعيش عليه ولله الحمد المنة ويعيش عليه أكثر المسلمين، فلندع ما يريبنا إلى ما لا يريبنا. وأقل ما فيه، أقل ما فيه مثلا لو ننظر الآن إلى كثير من هؤلاء الذين التحقوا الآن مع هذه الجماعة المارقة، كثير منهم الآن آباءهم وأمهاتهم لا يرضون هذا أبدا ولا يقبلون هذا أبدا، بل إن من الآباء والأمهات من يبكون بدل الماء دم، يبكون الدمع دم والعياذ بالله، لأن أبنائهم راح ذهبوا مع هذه الفرق الضالة وانغمسوا فيها. نقول نحن ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سألتك الآن سؤال يا سيد محمد قلت لك أيهما أفضل، جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهاد مع أئمة المسلمين سواء أئمة جور أم أئمة عدل؟ بلا شك أن الجواب سيكون جواب كل مسلم أن يقول جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أفضل من جهاد مع أي إنسان كان مهما كان صلاح ذلك الإنسان، وأفضل بمراحل كبيرة. فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الخير لأمته ويريد الخير للآخرين من المسلمين؟ لا شك أنه يريد الخير لأمته بلا شك. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأل ذلك المجاهد الذي اكتتب في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والديه، أهم أحياء؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وهذا الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف إذا كان الجهاد مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان من أئمة الصلاح وأئمة البر والتقى؟ كيف إذا كان هذا الجهاد مع أناس مجاهيل لا يعرفونهم بأشخاصهم ولا يعرفون بأهليهم ولا يعرفون بعلمائهم الذين درسوا عليهم وطلبوا عليهم العلم ولا يعرفون حتى علميتهم هل هم من العلماء أم من الجهال؟ كيف نقول بأن هؤلاء؟ إذن ذهابك إلى أهلك وذهابك إلى والديك والحرص على طاعة والديك وخدمة والديك والله أنه أفضل لك إن لم تكن هنا على خطأ. ونحن نعلم أن من كان مع هذه الجماعة عياذا بالله، ونحن نعلم أنها جماعة دموية، جماعة لا تحترم حقوقا لأي مسلم كان، نعلم أن هؤلاء والعياذ بالله من المارقين الذين نقول بأن من التحق معهم وإن صلحت نيته وإن صدق في مقصده إلا أنه على ضلال والعياذ بالله. فالمجال مفتوح أمامه بأن يسأل ويستشير ويستخير حتى يجد الحق أمامه. فنقول لهؤلاء ارجعوا إلى آبائكم وإلى دياركم وإلى أهليكم واخدموا أبويكم، والله أنه خير لكم من أن تبقوا مع هذه الجماعات المارقة عياذا بالله، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك شيخنا. معي صلاح، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا صلاح. يا شيخ عندي سؤالين. الأول أخذت عمرة قبل مدة وما كان عندي المعلومة أنه لازم التكفير كامل، فأخذت بس من بعض الشعر وحليت حرامي. طيب تسمع إجابة الشيخ. سؤالك الآخر؟ الآخر علي قضاء من رمضان الفائت، لكني لأن أفطرت بعض الأيام بسبب مرض، لكن ما قدرت أقضيها برضو بسبب مرض. فإيش هل إني المرض مستمر معك يا صلاح ولا نعم. ولا أيام معينة يأتيك المرض فيها؟ لا مستمر. مستمر. يرجى برؤه المرض تشافى منه أم قلنه من الأمراض المزمنة؟ مزمن يعني يمنعني من الصيام. صايم الآن. أنت صايم الآن؟ أيوة الآن صايم، لكن القضاء يعني أجل نفسي ما أقدر على القضاء.
يعني تقدر تصوم الان ولا تقدر تقضي يعني؟ ايوه مجاهدة النفس وكذا. طيب طيب تسمع الاجابه، شكرا لك يا صلاح. معي ابو جاسم، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. حياك الله يا ابو جاسم. حياك الله. انا اسال بس، انا الشيخ انا مجامع زوجتي ليله واحده، حلال؟ في ليله واحده؟ حلال. طيب شكرا لك يا ابو. شو سؤاله؟ مجامعة الزوجتين في ليلة واحدة، هل هي حلال ولا حرام؟ يا ابو ابو جاسم معنا ولا راحت صالة؟ ابو جاسم، ابو جاسم انت باقي معي ولا رحت؟ ابو جاسم معك معك. طيب اغلق اغلق التلفاز واسمعني من الهاتف كرما يا ابو جاسم. نعم أيوه. الشيخ بيسألك، تفضل يا شيخ. أنت تقول بأنك جامعت زوجتين لك بليلة واحدة. نعم زوجتين حلال إن شاء الله بليلة واحدة، هل حرام ولا حلال بس؟ بليلة واحدة. إيه أنا جاي مسافر أنا. يعني مو بنهار واحد. بليل واحد يعني من 12 والثانية من 12 والله. بالليل المهم بالليل. نعم شيخ سؤال واضح. بالليل نعم نعم. واضح يا أبو جاسم واضح، شكرا لك. واضح. طيب معي اتصال ولا اجيب على الاسئله اللي عندي؟ طيب نجيب على الاسئله. الشيخ ايضا الاخت ندى تسال عن الرضاعه. نعم. ولا يحرم من الرضاعه معهم بالنسب كما ورد، تسال عن معنى هذا الحديث. الحديث هذا فيه اختلاف كثير جدا، في اختلاف في معناه، مو في الحديث، في اختلاف في معناه. ممتاز. كبير جدا، وانما النص الصريح واضح بانه الذي يحرم من النسب يحرم من الرضاعة، بأن لا يمكن للمرأة أن تتزوج أخا لها أو ابن أو ابن أخيها من النسب، فكذلك لا يجوز لها أن تتزوجه من الرضاعة، مع أن هناك تفصيلات كثيرة يطول فيها المقام لو أردنا أن نتكلم فيها. أيضا يحتاج الأمر أيضا إلى رجوع، لكن إلى رجوع لذكر خلاف العلماء، يحتاج نرجع للحديث شرح الحديث لذكر خلاف العلماء. وأما إذا الإنسان لا يريد الخلاف وإنما يريد معنى الحديث بأنه يحرم من الرضاعة، الذي يحرم من النسب هو الذي يحرم من الرضاعة، بأنه لا يجوز للمرأة للإنسان أن يتزوج أخته من النسب، وكذلك لا يجوز له أن يتزوج أخته من الرضاعة، فكذلك لا يجوز أن يتزوج ابن أخته من النسب، فهو بنفس الوقت لا يجوز أن يتزوج ابن أخته من الرضاعة. هذا هو معنى الحديث، وأما خلاف العلماء فيحتاج إلى رجوع إليه الله تعالى. بارك الله فيك. الأخت هاني تسألت تقول توضيت وحسست وأنني سأحدث وصليت، هل صلاتي صحيحة؟ صلاتها صحيحة، وهي لم تحدث، وعليها أن تبتعد عن وساوس الشيطان، لأن ذلك قد يجرها إلى وساوس أكبر من ذلك. وأما هي صلاتها صحيحة بحول الله والله تعالى. بارك الله فيك. الأخ صلاح سأل سؤالين، سؤال الأول يقول أخذت عمرة قبل مدة، يقول أخذ تقصير من أجزاء من الشعر لم يقصر فيه جميعا، ماذا عليه الآن؟ يقول كنت جاهلا في ذلك. نعم اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجب عليه أن يعمم التقصير من شعر الرأس أم يكفيه أن يأخذ من بعض المواضع ونحو ذلك؟ وطبعا الصحيح أنه ينبغي له أن يعمم، ولكن مدام فعل ذلك وانتهى الأمر فإن شاء الله أنه ليس عليه شيء بإذن الله. بإذن الله. سؤال آخر يسأل عن قضاء من رمضان الماضي، أفطر ولم يصم حتى الآن لمرض لا يرجى منه برؤه مع أنه صائم اليوم. أنا أقول فيما يظهر لي من سؤاله الآن أنه يجب عليه أن يقضي في رمضان، ولكن ليس بالضرورة أن يقضي بعد رمضان مباشرة، وإنما ينظر إلى أفضل أيام السنة التي يرتاح فيها ولا يكلفه الصيام فيقضي في ذلك، ولا أجد أنه يجوز له أن يكفر أو يطعم عن هذه الأيام أبدا، وإنما يجب عليه أن يقضي والله تعالى أعلم. بارك الله فيك وسأل الله ينفع بعلمك. آخر متصل كان معنا الأخ أبو جاسم، ولعل نختم حلقتنا به، شيخ يسأل عن مجامعة الزوجتين في ليلة واحدة، هل هذا حرام أم لا؟ ويسأل في الليل شيخنا. أنا أكثرت من السؤال والتأكيد، هل هو في الليل أم في النهار؟ إيه؟ وكأنك عتبت علي بأنه لا شيخ لا، لأنه يسأل، لأن السؤال يسأل يقولنا في الليل. الفقهاء ذكروا بأنه ينظر لثقافة المجتمع، ثقافة المجتمع، فبعضهم قد يقول البارحة وهو يقصد أمس، يقول البارحة وهذا موجود، يقول البارحة ويقصد أمس، وبعضهم يقول أبقتلك وهو قصده أنه يبي يضربك، يعني ضربا، قد يكون الضرب هذا غير مبرح ولكن يقول أبقتلك،
يعني فعبارات الناس مثل مثلا المغرب، أهل المغرب حينما تقول له الله يعطيك العافية قد يضربك، لأنه يقول كأنك تقول الله يجعلك بالنار. حتى أن أحد المغاربة قلت تحاشى اللفظ معهم، اي نعم، حتى أن أحد المغاربة قلت له الله يعطيك العافية قال عافيتكم وليست عافيتنا، يعرف أن عافيتنا نحن جيدة وصحيحة لكن عافيتهم هي النار. فكذلك الأخ أبو جاسم قد يقول بالليل وهو يقصد النهار، فما أدري حبيت أني عشان أجيبه صحيح. فعلى كل حال صيامه ليس فيه شيء وليس عليه شيء كونه جامع الزوجتين، هو يسأل عن صيام ولا يسأل عن لا يسأل الحكم الحكم هنا نعم. الحكم لا بأس به، يعني يجوز، ولكن يجب أن يكون في ذلك ظلم، يجب أن يكون في ذلك ظلم لمن لم تكن ليلتها. فلو فعل ذلك مرة أخرى في ليلة الثانية التي لم تكن ليلتها في هذه المرة فيكون ذلك أفضل، وقد يكون في ذلك شيء من العدل، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك شيخ سليمان وصرف بعلمك وجزاك الله خير، شكرا لك. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، نحن وإياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى، والشكر موصول لمن أجاب على أسئلتكم في هذه الحلقة، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عجلان العجلان المحامي والمستشار الشرعي والقانوني. لقاءنا يتجدد بكم بإذن الله عز وجل عصر غد، إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسلنا قبلك